يا مساء الخير ومساء الانوار عليكم جميعا، كل اللي عم بحضرونا وبتابعونا عبر شاشه عمان تي في، ودائما بستنونا من هلا الساعه 1:30 لحتى نقدم لكم اشهى الوصفات والاكلات الطيبه واللذيذه دائما من مطبخ بهار ونار، واكيد مع شفاتنا المميزين والمتميزين. اليوم معنا الشيف المتميزه امتياز، بس قبل ما نروح لعندها ونشوف شو تفاصيل وصفاتنا بدي اتمنى لكم نهار سعيد ان شاء الله، وهالساعه كمان تكون ممتعه معنا. وكمان بدي اطلب منكم تفوتوا على صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن، عمان تي في اوفيشال، لحتى تحضروا الحلقه عبر اللايف، عشان اذا عندكم اسئله واستفسارات تقدروا تكتبوا لنا بالتعليقات لحتى نرد عليكم اول باول. خلينا ننتقل لتفاصيل وصفاتنا المتميزه مع المتميزه. ايش قصتك اليوم المميزين الشفات المميزه المتميزه؟ ايش في اليوم؟ بدي اميز هيك، جعبالي اميزك. دائما مميزة. بس انه بالترحيب اميزك اكثر واكثر، عشان هيك لا شكله كلمه تميز هيك عالقه على لسانك اليوم. طيب اليوم كيف حالك؟ اول شيء انا الحمد لله كثير منيحه، انت كيفك؟ منيحه الحمد لله. رح نخلص النميمه فوق بنرجع نكمل تحت. بالضبط. اليوم رح نعمل وصفات بالعنب. حلو. وليه هلا بالذات العنب؟ ما انه احنا بنهايه موسمه وهلا بطل في مجال انك في اشياء بنعملها ببدايه موسمها. صح. اليوم لا، بنهايه موسمه، لانه هلا طعمه بيكون حلو كثير، مستوي كثير، بزبط الدخليه بكثير وصفات. اوكي حلو. فاليوم رح نعمل دبس العنب بطريقه كثير سهله وبسيطه، من مكون واحد بدون سكر. رح نعمل مربى العنب، هيني عم بعبي فيه، هذا امبارح عملته اخذ مني وقت، هلا بقول لكم لحتى صار معي مربى، بس شوفوا ما احلى طالع، بجنن ولونه، حتى لون الدبس اللي انا عملته بالبيت كثير حلو، من العنب اللي انا مستخدميته هلا محلى بطريقه كثير حلوه. طلعوا هذا، ما ضفت عليه ولا شيء. حلو. ولا إشي، هذا بس عنب وسكر وعصرة ليمون. ما أحلى. أوكي. بس هلا بقولكم كيف بقلب لونه بهاي الطريقة. رح نعمل خبيصة العنب، رح نعمل مربى العنب ودبس العنب وخبيصة العنب، ومن دبس العنب رح نعمل خبز الببكا بدبس العنب. حلو. طعمه حلو، رح نحط معه جوز وزبيب. وعندي هون هيو خبز الببكا، هلا بنعمله بشكل بقطع لكم قطعتين ببكا. أيوة. أنا عملته بدبس العنب، وعاملة هاي الكيكة اللي فوق صورتها، لا هاي الكيكه من دبس العنب والجوز. حلو، غريب صراحه. انا عملتها صراحه، ما بعرفش اذا في ناس عاملينها قبلي، بس أوكي. انا بالبيت قلت خليني اجرب ادخل الدبس واشوف كيف بيطلع طعمها وكيف بيطلع لونها وشكلها، طلعت معي بهي الطريقه، جبتها قلت خلص بعمل وصفه. أوكي. يعني ايام بعمل بجرب الوصفات بشوف اذا بزبطوا بعملهم بالحلقه. حلو. ما زبطوا خلاص بستثنيهم. فوصفاتنا اليوم كثير حلوه. لا عنجد وصفاتنا اليوم كثير حلوه، انا حبيت كثير منظر السفره اول ما دخلت، السلال مع الخبز مع الكيكه مع هيك، هذا الثيم طالع كثير حلو كثير مرتب. واكيد وصفاتنا اليوم مهمه كثير للناس اللي بيحبوا يخلوا اشياء مثلا مثل المربى، مثل دبس الرمان، هاي الاشياء كمان كثير مهمه انه احنا نعملها بالبيت. شيل العنبات اللي حطهم مصطفى. ليه لا مش مصطفى؟ هذا مصطفى حطهم. لا مش مصطفى كثير مميزه. عم بيقولوا لي منظر العنبات مش حلوين وحاطين عنه. شيل يا دينا. انا بقول لك اظن انه هو بلش يزين بعدين نسي الموضوع، او لا دخلنا هواء اعتقد، او سحب حاله وراح. لانه انا الصراحه جيت كثير متاخره اليوم. يعني مش متاخره على انا باجي هون على الساعه 9، بس جيت اليوم متاخره كثير على البرنامج. بس لا هي طالع كل شيء بجنن، يعني لا لمسات مصطفى بس طالع حلو. فبالذات مصطفى ايده وخالد ايده وليفون ايده، وطبعا دينا ولا شيء، دينا بتتدلل. لا انا في وليفون اليوم بتدلل. عملت شيء قبل هوا بدقيقه ظبطت العنبات. طيب انا بس حطيت هلا مربى العنب اللي احنا محضرينه. حلو. على ايش موضوعك اليوم ستي؟ لاني جاي متفائله. هلا احنا كلنا جايين متفائلين اليوم. لا صراحه انا مش متفائله، مش متفائله، بس أيوة. انه بلشت عندي كآبه الشتاء. لحظة شوي، بلشت اكتئب. الكل بيضحك لسه ما حكيناش، انا اليوم مش ناوي اضحك. قبل ما نحكي انا ودينا، لانه اذا بلشنا نحكي مش رح نعمل وصفات. نروح اول شيء لوصفه دبس العنب ومربى العنب ونرجع ندردش. يلا لدبس العنب رح نحتاج 5 كيلو عنب، اما لمربى العنب فرح نحتاج كيلو عنب، كيلو سكر، وعصرة ليمون. بعد ما اخذنا هالوصفتين، يعني شو هالمقادير اللي كثير بسيطه وسهله؟ فيش مقادير، ما فيش مقادير مبدئيا. هو الواحد بده عنب وباقي الاشياء لقيتيها ما لقيتيها مش ضروري وبس. طيب وبس. انا بس عشان فضيت دبس ايش اسمه مربى العنب. هلا كل مره بعمله انا بطريقه مختلفه. هاي المره بس جربت العنب وبعمله بالعنب الاحمر. هاي المره عادي استخدمت العنب الاخضر العادي، بس طلعوا لي
شوفي ما احلى بجنن كثير بقطعه. هاي مره قلت ما راح اقطعه، راح اخليه زي ما هو عشان يطلع معي قطع ازين فيه تشيز كيك، اعمل فيه مثلا ساندويش، اعمل فيه مربى، طلع ما احلى. انا كثير بحب صراحه المربى دائما يكون فيه قطع، ما يكون كله مهروس. مهروس مليون بالمية. فهذا عملته بطريقه كثير سهله، راح احطه هون تمام. حلو. ونحكي عن طريقته قبل ما نحكي بموضوعنا يا دينا هنس، لانه زي ما تقولي وصفات اليوم ما فيش وصفات حلوه. حلوه فيش كلها وصفات. حلوه. اوكي، اول شيء نبلش بمربى العنب اللي انا عملته هلا. انا بستخدم العنب عادي الاخضر، احنا عندنا شجره عنب. والصراحه كمان رحت جبت العنب لانه بابا ما بيخليني القط من العنبه. احنا بنحب نبروزهم، كثير خايف عليهم. هلا اذا بسمعني هو اكيد بيعرف بنحب نبروزهم، نقعد جنبه نقول يا بابا العنب زاكي. العنب العنب ما احلى العنب، شوف العنب بس نتغزل فيها. نقول والله يا بابا العنبات ما احلى منظرهم، ماتوا قمه السعاده بكون فيها. فممنوع نسيب العنبات. بس المهم رحت على اسواق السلام للعز اللي هون بجانب اسواق السلام، قلت له بدي العنب الموجود عندك من قبل بيوم اوكي عشان يكون مستوي كتير ودبلان، ما ياخذ معي وقت سواء لما اعصره او لما اعمله مربى. حلو. طيب لانه الكميه الثانيه خلاص ما بحتاج اني عامله مربى. كل كيلو من العنب، رغم انه العنب حلو بس عشان يعقد معاه يطلع مربى بده كيلو من السكر. اوكي. هلا احنا بنعرف انه العنب حلو خصوصا اللي مستوي بيكون لسه احلى طعمه، بيكون طعمه كتير حلو. ليه؟ احنا اصلا الملبن بنعمله هلا، الخبيصه بنعملها هلا، المربى بنعمله هلا، عشان العنب بيكون خلص ماخذ اكثر مراحل السوى. صح. وطعمه كتير حلو والحلاوه بتكون عاليه. بيعملوا فيه الوصفات بالاخر بشهر 9. اوكي. لشهر 10 بيضلهم يعملوا الملبن. بس الملبن اللي انا عملت لكم اياه من قبل، في ناس بسموه الملبن العنب او خبيصه العنب. خبيصة العنب هي شيء مختلف، بس انه في ناس بسموه نفس الاسم، بنعمل بهذا الوقت من السنه. تمام تمام. فقلنا كل كيلو من العنب بده كيلو من السكر. نصيحه، هلا لما نعمل دبس العنب او لما نعمل المربى اعملوا كميه كثير كبيره لانه بياخذ وقت على النار. اوكي. فما في داعي نعمل دبس العنب نحط 2 كيلو ونروح نعصرهم ونحطهم، لا، بجيب لكم 10 كيلو من العنب تعصروه وتستخدموه بيطلع معكم مرتبان هالقد. اوكي. فلنفترض يعني هو بده كميه كبيره لحتى يطلع مرتبان مثلا. احكي لك لانه في نسبه سوائل كثير عاليه بتتبخر. اوكي. فمظبوط انت بتحكي، فبده وقت. هلا ما في داعي تنقعه قبل بيوم، زي ما هو عنده كيلو من العنب مقابله كيلو من السكر. هلا اذا حطيتي نص كيلو ما في مشكله عادي، بس بياخذ معك وقت اطول على النار ليعقد معك. حلو تمام. هلا انا هذا هيك اللي عملته امبارح. حلو. انا حاطه نص كميه السكر اللي بحتاجها، اخذ معي 3 ساعات على النار. اذا انتم بالكم طويل تتركوه 3 ساعات على نار وسط، اتركوه وخففوا كمية السكر. هي كمية السكر شايفين هذا اللونه هيك شوي حلو متكتك. كمية السكر يا دينا بتفرق انه قد ايه بيحتاج وقت ليستوي معي المربى. اوكي. وامتى بيعقد بيصير معي مربى جامد. حلو تمام. تمام تمام. بس اذا كان كمية السكر اقل هو رح ياخد معي وقت اطول ليتبخر السوائل اللي فيه ويعقد معي المربى. على النار بالبداية تكون نار عالية، بعدين بدنا نخفف الحرارة نخليها حرارة وسط. حلو تمام. ما بتغطى المربى وهو على النار، وبلاقي الرغوة اللي فوق بتشيلوها عشان يضل لون المربى صافي وحلو نفس اللي أنا عمليته. حلو تمام. اتفقنا؟ تمام اتفقنا. يعني هو خرج تكون مثلا عندك إشي تاني بالمطبخ عم تطبخي عم تعملي إشي من الصبح، حطيهم على النار. صح. على نار هادية وانسيهم، يعني اتركيهم، حددي بس الوقت وارجعي لهم بعد 3 ساعات قلتي لنا هيك. مليون بالمية. دينا هنس عيدي لي بسرعة إيش حكيت عشان أبلش في الوصف اللي بعدها. يلا عيدك بسرعة ايش حكيتي؟ ايش حكيت عن المربى؟ ايش حكت عن المربى يا علي؟ يعني عن جد معقول؟ بتشارك معقول؟ وبتجاوب وكل اشي. كل كيلو من العنب بده كيلو من السكر، عصرة ليمون، وبنحطه على النار بالبداية حرارة عالية، بعدين بنهدي الحرارة لحرارة وسط. اوكي. بتتركوه. هلا إذا كانت كمية السكر مناسبة لكمية العنب بده تقريبا ساعة ساعة ونص. اوكي. إذا زي ما أنا عملت خففت السكر عشان هو أصلا كتير حلو بياخذ تقريبا 3 ساعات. حلو تمام. نيجي على دبس العنب. دبس العنب عبارة عن عنب معصور. حلو. ما بدي أحكي لكم 100% من الدبس العنب اللي بتاخدوه بالسوق هو دبس عنب مضاف له سكر. أوكي. اللي بنعمله بالبيت هو دبس عنب نوعا ما صحي لأنه من السكر صافي الطبيعي اللي فيه. أوكي. كيف بعصر العنب؟ بحطه بالخلاط عادي بزرق وهو ناي لسه، يعني ما بتحطي على النار ولا إشي. هلأ بعصر قدامهم شوي عشان نستخدمهم بالوصفة اللي بعدها. أوكي. باخذ العنب زي ما هو بقي منه بس العروق. اوكي. وبحطه بالخلاط، بعصره بالخلاط من غير ذره مي. دخلتي ذره مي انسي، بدك لتاني يوم ليصير دبس. اوكي. بدون ذره مي، فبعصره بالخلاط، بعدين بحط مصفايه وبصفيه. حلو. بدون هي، بس انا شوفي كيف هذا العنب قد ايه مستوي.
العنب المستوي كتير واضح كله مستوي، حتى هيك بتحسي لونه على اغمق شوي من اخضر، مليون بالمية. بعدين قايمة منه اي اشي من هون، تمام. اوكي، بعد هيك بعصره بالخلاط، رح ينعصر معكم كتير بسرعة، احنا بالعادة بنضيف مي على الخلاط عشان نعصر الشيء، هو اصلا فيه سوائل رح يعصر معنا بسرعة، بنصفيه بالمصفاية، باخده بطنجرة تكون اكبر بضعفين. اوكي، يعني يعبي تقريبا ربع مثلا. ليه؟ لانه كل ما كانت الطنجره اكبر بيساعد انه السوائل الموجوده بالعنب تتبخر اسرع. حلو. كل ما حطيتي طنجره مثلا اصغر وتعبت الكميه نفترض لهون، رح ياخذ وقت اطول فاطول فاطول. حلو. الدبس لحتى يصير دبس، انا عالتنين شعلت عليهم النار، الدبس لحتى يصير دبس رح ياخذ معنا من ساعتين يعني تقريبا ساعتين وساعتين ونص. حلو. كل ما كثرت الكميه كل محتاج وقت اطول. اطول اكيد. فعشان هيك بتجيبوا بوكسة عنب كتير كبيره، بتعصروها بالخلاط، بتصفوها، بتحطوها بطنجره كميه كبيره عشان ما تضلك تعملي دبس. صح، مره واحده. وبدخل بكيك، بدخل بخبز، بدخل مع طحينيه، بتاكلي دبس وطحينيه كتير طعمه زاكي. طبعا. هلا انا ما بضيف له سكر، بدي اياه يصير دبس بسرعه. ضيفي له كوبايه سكر يا ستي، كوبايتين سكر. أوكي. بس هيك بصفي طلعنا عن انه هو طبيعي 100% ومضاف له سكر. أوكي. انا مثلا اللي انا عمليته هلا بورجيكم اياها مش مضاف له ولا ذره ولا ذره، بس اخذ معي بالضبط بالضبط تقريبا 5 كيلو من العنب، عملوا لي هذا المرتبان اللي هو 500 مل، اخذ معي انا صورته رح انزله رح اورجيهم كل مراحله هون. أوكي. على الحلقه. حلو. ما رح يخلص بكل مراحله. 100% رح اورجيهم كل مراحله. هيو. طيب احنا كيف بنعرف انه خلص بكفيه على النار؟ رح يصير هذا اللون، شايف اللون على اشقر حلو. اوكي. وبعدين رح تسيه، انت رح تلاحظي عليه وهو بالطنجره انه خلص بلش يعقد. اوكي. فجاه بتحسيه صار هيك. اوكي. هلا بتعرفي قد ايه مثلا الطنجره؟ رح انزل لكم الفيديو على انستغرام يعني صورت كل المراحل. تمام. على انستغرام. اوكي. هلا لما انا حطيت، نفترض حطيت لهون اوكي من عصير العنب مش مضاف له لا مي ولا سكر، رح ينزل معي للثلث ليبلش يصير معي دبس. يعني انت تبخر ثلثين الطنجره. اوكي. يعني نفسي اورجيكم هلا من الموبايل اورجيكم كيف كانت امبارح بالبيت، كان لهون لصار هيك نزل لهون. اوكي، عرفتي كيف؟ يعني احنا اول من اول الدلائل لما نشوف الكميه قلت وشوي شوي بنضل نتبع عليه لحتى نحسه عقد شوي بتكون هيك شغلتين بالمربى والدبس. لازم نشيل الرغوه اللي فوق، الرغوه اللي فوق بتساعد انه المربى يخرب اسرع. أوكي. معاكي او الدبس يخرب. هلا الدبس ما بحتاج تحطيه بالثلاجه بس تعمليه بالبيت عادي، خليه برا الثلاجه بضايل عندك سنه، واصلا زمان كانوا يعملوه عشان فيش ثلاجات يحتفظوا بشيء. المربى برضه مفروض يضل معاكي ممتاز لانه ماخذ وقته على النار وما بده مواد حافظه وما بده جلو زي ما بنعمل بالمربيات الثانيه، بس اذا انت قلقانه حطيه بالثلاجه. اوكي، بتقدري تحكي موضوعك. تمام تمام. لانه خلصت اول وصفتين. خلصنا اول وصفتين، قد ايه سريعين وسهلين وما بياخذوا وقت، ومن الشغلات اللي بتضل عندنا لوقت طويل يعني مستفيد منها لبعدين. مليون بالمئه. انا رح اخليهم على النار لاني حابه اورجيكم صراحه كيف رح يصير المربى. هلا العنب لاني حطيت الحبه كامله زي ما هي تنفخ بتحسيها كبرت، بتحسيها بتصغر، بتحسيهاش بتستوي. صح. بعدين بعد بساعه ونص بتلاقوا لونه بلش يتغير، بعد شوي بتلاقوا الكميه تبعت السوائل الموجوده لانه العنب فيه كميه سوائل كثير عاليه. عاليه صح طبعا. تمام. بتلاقوا هلا كيف المربى؟ بعرف انه صار مربى، مجرد ما تغير لونه لهذا اللون بالضبط، اللون الغامق بصير على بني. مليون بالمية. قلت كميته للنص وبعدين صرت احس فيه بدبق. اوكي. لما يصير بهاي الطريقه خلص بعرف انه صار مربى. اذا تتركيه وقت طويل المربى على النار اللي بيصير انه بيصير مثل الحجر وبيصير بدبق كتير وملزق كتير مش زاكي، بصير اصلا صعب الواحد انه ياكله حتى مع خبز. طب والله طبخت يا علي، شو اعمل؟ هيو هيو على النار. شو طبخت؟ هي المربى. العنب حطيته بالطنجره بده يصير مربى. هدول هيك الشباب العرب عندنا ما بيعتبروك عملتي شيء الا لما يشوفوا طنجره رز وطنجره دجاج وخروف. صح. غير هيك ما بيعتبروا طبخ. طيب شوفوا اورجيكم مثلا اللي حطيته هلا بلش السكر يدوب، الحراره اول شيء عاليه، طلعوا قد ايه نسبه سوائل. اوكي حلو. لسه كل ما داب السكر رح يصير عندي سوائل لهون، رح يزيد كميه السوائل، هاي الكميه بدي اياها كلها تروح. حلو. عشان يصير عندي مربى. تمام. هاي عملنا هيا عملنا لك وصفتين مش وصفة واحدة. عملت وصفات وطبخت مش عاجب، عملت مربيات وطبخت مش عاجب برضه مش عاجب، عملت وما عملت مش عاجب، سكتت مش عاجب، بحكي مش عاجب، شو أسوي؟ على فكرة على فكرة هذا إنجاز كتير كبير، وكثير ناس بستنوا هاي الوصفات اللي كتير صعب الواحد يعرف يعملها بهاي الطريقة السهلة والبسيطة. على فكرة بس في ناس مش مقدرين. هلا يسمعوك جداتنا أمهاتنا، أنت التانية بتفتحي علي حالك. صعبة على يعني الصبايا الجداد. لا مش طبيعي. طيب على كل حال شو رايك ندخل بموضوعنا بما انك ما اعطيتيني مجال احكي بموضوعنا.
احكي لك ليه، لانه زمان كنت احكي انا ودينا اكثر فكان الناس انه احنا ما بنركز بالوصفه هيني، حكيت كل الوصفه وبدي اترك وقت للحكي بعدين وراح اعيدها. لا شو مالكم اليوم كل هذا يعني كثير عم قبل ما نطلع الفاصل بس دبس هو ما عليكي خلص اسمعي سكري الاير بيس سامحك مو سامع الدبس عشان يصير دبس رح ياخذ معنا تقريبا ساعتين ساعتين ونص، كل ما كانت الكميه اكبر كل ما احتاج وقت اكثر، بس بنخليه على نار وسط مش نار هاديه. اوكي المربى لاحظوا انه بلش يصير فيه سوائل رح ياخذ برضه معنا وقت، هاي الكميه كثير قليله، هاي بنص ساعه بتصير على فكره، هاي حصير لنهايه البرنامج ممكن يكون صار ان شاء الله نقدر نشوف النتيجه، لانه بس شوفي قد ايه سوائل ولا ذره مي حطيت، شايفه انك حاطه مينيمم 3 4 كاسات مي تخيلوا، ولسه كل ما اخذ وقت كل ما طلع شوي سوائل بعد ما تبلش السوائل تنشف. حلو تمام. والله يا علي بعد الفاصل نعمل وصفه عن جد فيها طبخ يعني. نعمل خبيصه العنب. حلوه هاي كثير لطيفه. طيب معناته لازم نضلكم معنا بعد الفاصل، رح نشوفوا باقي وصفاتنا اليوم بالعنب، خليكم معنا. مرحب فيكم عن جديد، ده كلنا عم بتابعونا من بداية حلقتنا، ولا كل اللي انضموا لنا هلا وما شافوا الحلقة من البداية كمان، بدي أذكركم إنه بتقدروا تفوتوا على صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن، عمان تي في أوفيشال، لحتى تشوفوا وصفاتنا اللي عملناهم اليوم. كل وصفاتنا اليوم بالعناب، عملنا وصفتين بالعناب ورح نكمل باقي وصفاتنا هلا، كل وصفاتنا مهمة جدا بما إنه إحنا بآخر موسم العناب، فهلا وقت إنكم تعملوها وتطبقوها معنا خطوة بخطوة، عشان اللي ما حضروا الحلقة من البداية بتلاقوا الحلقة على الفيسبوك لحتى تشوفوها خطوة بخطوة من البداية. قبل ما اروح اشوف باقي الوصفات انا بدي ادخل بالموضوع. ادخلي هيك علي قال لي احكي بالموضوع قبل ما ترجع الامتياز، ما رح تعطيكي مجال. والله ما انا عارف يا ربي مين ارضي اللي بيحضرني. شفت راحت علي. اللي بيحضرونا بدكم وصل بدكم نحكي. انا هيك بكون نخص نفسي. بالضبط. انا هيك حكيت، عملت اللي علي وحكيت اللي عندي. طب ايش موضوعي؟ لا بمزح، خلص اعملي لنا وصفات. نحاول نطلع بحلقه من غير ما نحكي. طيب هلا بنرجع نحكي بالموضوع، لانه وصفتي هاي كثير سهله كثير. دخلي علي معنا على الحلقه. عن جد بتعرفي انه بتطلع حلقه كثير حلوه، بنتسلى احنا الثلاث. لازم شي يوم يطلع معنا. ذكرتيني نحكي بموضوع مهم، خلينا ناخذ خبيصه العنب بطريقه كثير سهله. يلا لا خبيصة العنب بالمكسرات، رح نحتاج 6 أكواب عصير عنب، كوب سميد ناعم، معلقتين كبار ريش، معلقتين كبار حبة البركة، معلقة كبيرة ينسون، كوب سكر اختياري، مكسرات للتزيين وجميع البهارات من أبو خلدون كباتيلو. ورجعنا لكم بعد ما اخذنا وصفه الخبيصه، رح نعملها خطوه بخطوه. الناس كثير بحبوا الخبيصه، وكثير في ناس صح. يمكن ما بتزبط معهم او ما بيعرفوا كيف بيعملوها خصوصا اهل السلط. يا دينا اهل السلط كثير بحبوا يعملوا الملبن صح. والخبيصه 100%. طريقه الخبيصه كثير سهله، لما يكون جاي على بالك تعملي حلو ومش عارفه شو تعملي وعندك شويه عناب سواء من الداليه او سواء شريته، بتعمل منه وصفه الخبيصه، وهي وصفه تقليديه تراثيه بسيطه جدا لتحضيرها. هلا شوفي انا الدبس لاني تركيته على النار كل ما يطلع رغوه لازم نضل نشيلها، لازم نقيمها عشان يطلع معنا دبس صافي ولونه حلو. حلو تمام. اللونين سواء للدبس لو المربى اللي انا عاملتهم كيف اجوا لحالهم، رغم اني انا مستخدمه العنب الاخضر. في ناس بتقول لك لازم تستخدم الاخضر والاحمر، خلطي هذا حكي فاضي. على الجهتين بيطلع لونه حلو. حلو تمام. لانه العنب بس يتاكسد بضل يطلع يصير لونه احلى. شوفي قد ايه مي صار هذا بالنسبه للمربى، بكميه المربى البسيطه اللي انا عم بعملها عشان اورجيهم اياها. طلعي علي مبين معك اظن بينا طلعوا قد ايه، يعني ما شاء الله تقولي حاطه عليه 3 كوبايات مي واني ما حطيت ولا ذره مي. بالضبط. طيب الخبيص عشان نحكي بموضوعك، طريقه تحضيرها كثير بسيطه. عندي 6 كوبايات من عصير العنب، العنب بتحصروه بالخلاط عادي وبعدين بتصفوه. في ناس بحبوا يحطوا العنب بالمصفايه ايش بسموها يمرسوه اوكي عشان ينزل المي تحت وهاي، بس هذا بياخذ وقت وجهد وتعب. اوكي مليون بالمية اعملوه بالخلاط بهي الطريقه اسهلكم. رح اخذ كوباية من السميد الناعم، أوكي. كوباية من السكر،
تمام اوكي. ورح اخذ القريش ايوه حطينا اللي هو من شجره اللذاب، وعندنا حبه البركه، وعندنا اليانسون. رح اترك كمية ازين فيهم على البارد، احركهم بعدين ارفعهم على النار ليصير عندي القوام كثيف. حلو. اهم شيء امشي بهالوصفه على عيار. اوكي حلو. احكي لي في اشياء ثانيه ممكن نحطها بدل غير القريش ولا القريش هي بلاقوها عند العطار، بلاقوها كمان عند ابو خلدون الكبتير وبمحلاته الموجوده بالصوفيه وبالبلد. حلو. بيجي مخصوص للملبن. اوكي. للخبيصه. حلو. تمام. طيب هي هديل احمد عم تحكي يسعد صباحكم، شوف امتياز مقدمة البرنامج، ممكن تحكي لنا مقادير الخبيصة لكيلو عنب؟ لكيلو عنب، الكيلو عنب يعني 4 كوبايات، فاحنا بدنا ناخذ تقريبا مش الكيلو، بدنا ناخذ عصير العنب منه 6 كوبايات. اوكي. تمام، اذا بدنا نعمل 4 كوبايات بده يكون عندنا 3/4 كوب من السميد، 3/4 كوب من السكر، بس انا اليوم اعطيتكم 6 كوبايات من عصير العنب، كوباية سميد وكوباية سكر، وحطيت عليها ينسون عفوا، وحطيت عليه حبه البركه والقريش. حلو. هدول اختياريين بس بيطلعوا طعمهم لذيذ. السكر تقدروا تتحكموا بحلاوته، بيقدروا ما يضيفوه نهائيا ابدا سكر، ويحلوا بالدبس. حلو صح. تمام، كونه عاملين دبس. حلو تمام. تمام، عن شو كان موضوعك عن جد؟ والله خلنا نحكي. والله موضوعي انا كان أيوة. بما انك بلش يتغير الطقس وبلشنا نحس انه الشتاء قرب، ايوه كنت حابه اعرف اذا في حدا بيحب الشتاء. والله هذا غيرك طبعا، غيرك طبعا. هذا السؤال لحاله بجاوب نفسه. لا علي فاجأتني، في حدا بيحب الشتاء عن جد؟ انا والله بقول غيرك انت، لانه انت انا بالنسبه لي يعني حاله غريبه. في حدا حوالي بيحب الشتاء؟ مواليد شهر واحد جاوبوها. صح، هو دائما بتعرفي هاي شغله انه اللي بنولد بالشتاء بحب الشتاء. مزبوط. واللي بنولد بالصيف بحب الصيف. مزبوط 100%. انا هيك صرت احس من الكل. طب خلينا نشوف اليوم مين جاش الصيف ومين جاش الشتاء، مين متحمس على الشتويه والعتمه بكير والترويحة على البيت بكير والكنكنة. صح صح يا علي، والله أنا وعلي وأخيرا. لا وأخيرا عن جد أول مرة بكونوا أنتم بنفس الرأي. نتفق. كاسة السحلة زي ما قال، وتقعدي جنب الصوبة والعيلة كلها حواليكي، وتعملي سندوتشات لبني وزيت وزعتر بتسوى العالم كله. يا عمي اعمل سحلة بقعد برا بالجو الحلو كمان، مش غلط مع العيلة. خلاص دبنا عادي، اذا كان الجو براد عادي. دبنا بهذا الصيف بكفيكم. وصراحة كان كثير شوب بس ما بنشبع منه، صدقيني بحس الحياة الطبيعية بتكون بالصيف، يعني خلص بتقدري تتنقلي تروحي تيجي. لا ما بدنا كمان ثلج، ما احنا رح نحس اذا بتطلعي بالثلج السنة تلعبي يدين الحرين عليك تليفونك يقول لك ارجع عليك. لا هلا شوفي انا بحب اجرب كل شيء. اذا في ثلج لا تروحي تلعبي تحت فيها. الشمس بالرمل برضه ما عندي مشكلة ابدا. مثلا وادي رم او على الشط مثلا، في احلى من الرمل تحت الشمس. طب اتركي سؤالك لاول يوم بتشتي، لاني حاسه انه بلشت الاجواء شتاء يعني مبارك. لا هلا مثلا ايلول هيك هو يوم هيك ايلول ديله مبلول. مزبوط صح، بتلاقي يوم صيف يوم شتاء يوم بترجع بتقلب الاجواء. يعني برضي الجميع هذا الشهر. فمش عاجبك لا لا انا مش مبسوطه ابدا، ببلش عندي عن جد ببلش عندي. طب اليوم انت جاي هادي على غير العاده، عشان هيك بصيرت لك جو ما تقولي. كثير كثير مو شوي. طب اقول لك شغله، خلينا نحكي عن قصه لانه هذا جو الشتاء وجو الصيف حكينا عنه كثير وهيك. خلينا نحكي بموضوع اذا كان عندك صديق اوكي عن جد معك على الحلو وعلى المره، وعن جد بفهم لك انت حزينه او انت ايش بيكون تقديرك لهذا الشخص. هذا الشخص كنز على فكره، ومش كل حدا بلاقيه، مش يعني مش دائما موجود، يعني هذا الصديق كثير قليل ونادر خصوصا هاي الايام. عم بحس مع الوقت أيوة. عم بقل وجوده لهذا الصديق. ما بعرف اذا انت بتوافقيني بهذا الحكي. انا بوافقك. بتوافقيني صح؟ يعني في موجودين بس كثير قليل وصعب، يعني انت يعني صراحه موجودين موجودين، عشان الحياه ما بتخلق الا ما تلاقي صديق قريب لقلبك لشخصك لنفسيتك الا. طبعا طبعا. اذا ما لقيت المشكله فيكي. هلا اذا ما لقيت بالمره بالشخص نفسه، انه اذا ما بلاقي. هلا دائما شوفي انا بحكي دائما انه انا محظوظه بالناس اللي حوالي، دائما في ناس حواليكي بتكوني بتنبسطي معاهم، بتحسيهم بيحبوك بيحبوا لك الخير، هاي الاشياء هاي كلها شغلات كثير مهمه. صح. وموجوده مليون. ولكن لما يكون شخص واحد صديق هالقد قريب منك، بفهمك زي ما انت قلتي بدون ما تحكي، بيعرف شو بيزعلك، بيعرف متى بتتضايقي، هدول قلال صراحه.
طب خلينا نقول لهم اذا عندهم صديق يمنشنوا منشنوا اسمه ويقولوا له كلمه عشان نحكيها عنه على الهواء. صح، حلو كثير. اذا عندكم صديق لقد بتحسوه يعني كنز بحياتكم وبستاهل انه دائما تضلكم تذكروه انه هو شخص كثير مهم بحياتكم وضايف لحياتكم كثير، اعملوا له منشن واحكوا له جمله حلوه. هيك كمان نحكي جمل حلوه للاصدقاء، مو غلط. صح صح، حلو كثير، حلو مو شوي. يكون عندك صديق قريب كثير لقلبك بيشبه اخوانك بس هو مش اخو، يعني مش من عيلتك 100%. صح كثير. وكثير في ناس لانه يمكن ما عندهم مثلا اخوان واخوات، يا بيكون عنده اخوان يا ما عنده اخوات، فهو صح. بيحتاج كثير بيكون في اصدقاء. زي حالتي مثل انا ما عندي اخوات الصراحه. بس الحمد لله الله اعطاني كثير صحبات بعتبرهم بمثابه اخت. شفتي يعني كثير مهم وجودهم. ببلشهم بهديل الخريشه، سافرت انا لسه ما شفتها، ضلت بالبلد شهرين وانا ما فضيت اشوفها، بس هي تحضرني بكل حلقه بالامارات عايشه، فحبيبه قلبي. رب اخينا مترد هناك امك دائما بحكي عنها هيك. شفتي دايما. آه. كمان فرح المجالي دلال، وفي عفاف، يعني الحمد لله يعني عندي صحبات بنكهه اخت عن جد. ما في احلى من هيك على فكره. هدول الناس عن جد عن جد من اهم الاشياء اللي بتكون موجوده بالحياه، لانه بشو ما الواحد بمرق بوقت بيكون تعبان، بوقت بيكون متضايق، بوقت بيكون مرق بظروف صعبه، بلاقي هدول الناس موجودين بحياته جد بحلوا حتى الاوقات الصعبه حقيقه. عن جد ايام مثلا واحده من صحباتي بتحكي معي بتكون زعلانه بتبكي ومتضايقه، انا ما بقدر اشوفها مثلا هيك، فبضل انه امزح وكذا واقول لها اسمعي اسمعي اذا هلا ما بتصيري منيحه ترى انا بدي منك 100 دينار رجعي. ما كلش بدي منها ايه انت اخذت منك 100 دينار بس بدي اغير الجو. بتغير الجو كامل. شفتي قد ايه مهم بوجودهم بحياه هدول الناس. بعدين صراحه ما بنام اذا حدا فيهم متضايق كثير، عن جد ما بنام زي ما بنام لما من غير شر شيء لاخواني يصير. تخيلي. الحمد لله فعليا هدول الناس لازم الواحد يضل يشكر الله عليهم على وجودهم بهاي الحياه. اذا سمعوكي لازم يشكروني عن جد 100% لازم يشكروك. لازم يشكروا الله عليك وتشكري الله عليهم. طالما في محبة معناته من الطرفين نفس الشيء، يعني نفس القلب والطيبة وبياض القلب والمحبة لبعض. 100% كلامك صحيح. يلا فمنشنوا أصحابكم، احكوا لهم كلمة حلوة، خصوصا احنا رجعنا للمدارس. بقول صداقة المدرسة عن جد لا تنتهي، ما بتخلص ابدا، يعني بتضلها معك. صح 100%. يعني يمكن انا مثلا بالنسبه لي صحباتي ايام المدرسه افترقنا وكل واحدة بجهه واللي طلعت برا البلد وهيك، بس فجاه بيوم من الايام لقينا حالنا عاملين جروب ورجعين نحكي مع بعض، وكل فتره بنرجع بنشوف بعض. صح صح حلو. 100% هاي الصداقه من الصداقات اللي ما بتنتهي حتى لو بمر عليها وقت، حتى لو هدول الاشخاص ما بتشوفيهم كل يوم او صارت حياتهم تختلف عن حياتك، بس بتضل موجوده ما بتخلص. طيب احنا الخبيصه خلصت. حلو. تمام. الدبس على النار، شوفوا الدبس كيف على طول بتقل. وهذا بيضلوا يطلع رغوة، لازم نضل نقيم الرغوة. والمربى عم بعقد معي لأنه هي كمية كتير بسيطة، إن شاء الله بتبلش يغير لونها من هون لنهاية الحلقة. حلو. الخبيصة طلعي، بلش القوام يصير كثيف معي، بلشت تبقبق. حلو. تمام، معناته إنه أمورها رائعة وبتجنن. إذا بتحكي فاصل يا بيي لسه عندي وصفتين وحكى فاصل، يعني مش عارفة أظن مستقصدنا عليه. طيب الخبيصة أنا بس بحب أتركها على النار حتى بعد ما يصير قوامها كثيف وتبقبق كمان شي 3-4 دقايق عشان يروح طعم السميد ويستوي معي تماما. أوكي. ويكون هيك نكهته كتير طيبة. فأنا بالنسبة لي أموره رائعة، بعد الفاصل بكون سكبتهم. حلو. بصحون التقديم ومنزينهم بالمكسرات. يعني قد ايه سهل الوصفة؟ كتير سهلة وكتير سريعة وبسيطة. عشان هيك بتشوفوا باقي وصفاتنا لليوم، رح نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل، خليكم معنا. برحب فيكم عن جديد، لسه مكملين معاكم ومستمرين بمطبخ بهار ونار بوصفاتنا اليوم اللي كلها من العناب. كل اللي انضموا لنا هلا وما شافوا الحلقه من البدايه، فوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن، عمان تي في اوفيشال، اعملوا شير للحلقه لانه وصفات اليوم مهمه كثير، وكثير في ناس بحبوا يعرفوا الوصفات اللي بتنعمل بالعنب بما انه باخر موسم العنب كمان. ونرجع ونشوف الخبيصه صارت جاهزه. جاهزه، وزيناها بجوز الهند وزيناها بالفستق الحلبي، بتقدروا تزينوها باي شيء بدكم اياها، سهلة وبسيطة. وهي فكرة مغشوشة من الملبن. أوكي. الملبن تقريبا بنعمل بنفس الطريقة، بنفرد على شرشف كتير كبير وبتنشر على الشمس فترة. أوكي. طويلة. يعني هي بس هذا الفرق إنه منشف. بس الناس اللي بدهم يعملوا ملبن على طريقة، يعني فكرة أنا بعمل الناس تشتري من المحلات، خذوا الطريقة من يوتيوب، بس لأني عملتها السنة الماضية واللي قبلها قلت اليوم رح نطلع شوي عن المألوف ونعمل وصفات تانية بالعنب. حلو. تمام. تمام. هلا أنا بدي أعمل كيكة، الدبس عم بنشف معاي، عم بيتغير لونه شوي شوي، عم بيغمق، بضل اقيم منه الرغوه، وكذلك العنب. شايفين قد ايه ضل وقت عم بيطلع سوائل اكثر، ولسه عم بيطلع سوائل. بعد هيك 45 دقيقه بتلاقوا السوائل بلشت تختفي وبلش يتغير لونه لنفس لون المربى اللي انا محضرته بالبيت سابقا. حلو كثير. خلينا ناخذ اخر وصفتين يا علي عشان ما بحتاج وقت، نعملهم على السريع مع بعض. يلا.
لخبز دبس العنب رح نحتاج او بابكة دبس رح نحتاج كوب حليب دافي، معلقة كبيرة خميرة، 4 معالق كبيرة سكر، بيضة، 4 اكواب طحين، معلقتين كبار زبدة، نص كوب دبس العنب وجوز مفروم. كمان رح نحتاج 4 حبات بيض، كوب سكر، معلقة كبيرة فانيلا، كوب زيت ونص كوب دبس العنب، كوب لبن المها، 3 أكواب وربع طحين ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، نص معلقة بيكنج سودا ونص كوب جوز. أخذنا آخر وصفتين معنا اللي هم الخبز وكيكة العنب، رح نشوف كيف رح نعملهم خطوة بخطوة. أنا كثير معجبة بفكرة الخبز، صح؟ منظر هلا لما أقطعهم رح تشوفي قديش شكلهم مرتبين. طريقة تحضيرهم بسيطة، عجبت المكونات حلو. ما فيها ولا شيء. حلو. أول إشي بس عشان أختصر وقت بالفاصل ما أدوشكم كثير وأنا عم بخلط، حطيت هنا 4 بيضات مع كوباية سكر خفقتهم كثير منيح مع فانيلا. حلو. اللي هو العيار العادي للكيكة. هذا الخبز شايفين ما احلاه بجنن. هلا يعني لما نبلش نحضره رح نقسمه ونورجيهم كيف رح يكون من جوا. حطيت جواته دبس وشويه زبيب وحطيت شويه جوز. حلو. اما هلا عم نعمل الكيكه، حطيت 4 بيضات، كوبايه من السكر خفقتهم كثير منيح مع شويه فانيلا، وضفت كوبايه الزيت. حلو. خفقتهم منيح لصاروا عندي مثل الفوم. رح اخذ لبن، ما في داعي اذا ما الحليب، عادي لبن او حليب كليهما بزبط. ورح اخذ دبس العنب اللي احنا حضرنا. اوكي، انت بدك تحلي بالدبس بدل السكر. هلا انا حطيت سكر. حطيت السكر يعني طبعا. بس بقدر يحطوا، هاي بتطلع طعمها حلو. اوكي، بس هي كيكه حجمها شوي كبير فبيطلع الحلو المناسب. اوكي تمام تمام، وما في داعي تزينيها باي صوص باي شيء. فحطينا كميه سكر، بتقدر تحطي نص كوب وتخلي البقيه من طعم الدبس، يعني السكر بتتحكمي فيه. اوكي حلو، بس انك ما تحطيش سكر بالمره، بتعرفوا ايش بيصير بالكيكه؟ بتعجن. جاد كثير ناس تبعت لي بدي كيكه بلا سكر. بزبط بالعسل، بس الكيك اللي ما فيه سكر بيعجن معك، بيطلع شوي معجن بالخبز. ما بتطلع فلوفي زي لما تكون هيك ناشفه فيها أكثر. سكر، فالسكر غير انه بيحلي بيعطي قوام حلو. اوكي للكيك تمام. فاذا هون شو صرنا، حاطين 4 بيضات مع السكر مع الزيت مع الفانيلا، وحطينا اللبن والدبس، خفقتهم كثير منيح مع بعض. لونهم هيختلف معي، هيصير كأنه على شوكولاتة. أوكي. هاي بدي أورجيهم، لأنه الدبس اللي حطيناه صار معي اللون كأني أنا حاطة معها شوكولاتة. أوكي. غمق اللون. غمق اللون. حلو. تمام. صراحة حلو اللون. هلأ شو بدي أحط معها؟ بدنا نحط 3 كوبايات وربع من الطحين. ليش؟ لأنه إحنا حطينا لبن وحطينا دبس. أوكي. فحطينا الربع شوي عشان يزيد من قوام الكيكة. هاي الثاني، هاي الثالث، وهاي الربع. تمام، عشان الكيكه تطلع معاي مليون بالميه مزبوطه. عندي معلقه من البيكنج باودر، وعندي معلقه نص معلقه صغيره من البيكنج صودا عشان تحسن البيكنج باودر تنفخ الكيكه، وعندي الجوز. حلو كتير. بتقدروا تحطوا معها زبيب، بتقدروا تحطوا جوز هند، بتقدروا تحطوا فستق اللي بدكم اياه، بس الجوز مع الدبس طعمه زاكي. هاي الكيكه بالذات بتقدروا تزينوها بالطحينيه مع رشه دبس، تقدروا ما تزينوها تخلوها هيك متكتكه وحلوه زي ما هي. شو غريب بس بيطلع منظرها حلو، بيطلع بجنن. شوفوا قد ايه طريقه تحضيرها سهله وبتجنن. اورجيكم قوامها كيف رح يطلع معي. اوكي تمام، هيك انا خلصت. طيب بهذا الوقت خليني اقرا شويه تعليقات. بلش كل واحد يمنشن صديقه ويكتب له جمله كثير حلوه. مرام عم تحكي، صديقتي من 14 سنه بمثابه اخت رابعه، الله يخلي لي اياها ويحفظها ويقومها بالسلامه يا رب، اللي هي لولو سالم. يخلي لك اياها يا رب، وتكونوا دائما مع بعض، سند لبعض بكل الاوقات الحلوه والصعبه كمان. وسلام عم تحكي، انا هلا مجتمع مع صديقاتي، حلو انهم مجتمع، هي صديقاتها وعم بحضرونا كمان، يعني شوف الحظ قد ايه حلو. حلو. برضه نور عم بتوجه تحيه لصديقتها ايمان، وكمان حنان عم تحكي انه هي مولودة بشهر 7 وبتحب الشتاء، وصديقها زوجها بكل شيء. ان شاء الله الله يخليكم لبعض وتضلوا اصدقاء وتضلوا كمان سند لبعض. حلو والله اللي بقول اني زوجي مثلا صديقي، الصراحه كتير حلو. يعني بيسعدني بس اسمع هيك. طبعا هيك بتضيف نكهه كثير احلى للزواج او للعيله كمان، لما يكونوا اصدقاء بيكونوا نفس التفكير نفس النشاطات بيحبوا يعملوا، يعني صح. سواء كانوا الاثنين بيحبوا يضلوا قاعدين بالبيت او بيحبوا الطلعات او شو ما كانوا بيحبوا، لما يكونوا متفقين هيك بضيف نكهه كثير حلوه على العلاقه. طيب خليني احط كيكه الدبس. مبدئيا ريحتها بتجنن كثير حلوه، لونها بجنن من الدبس. هلا هذا القالب اللي انا عم بستخدمه هو قالب جرانيت. أوكي. ما بيلزق لاني بدهنه فقط زيت. لا تحطوا زيت وطحين نهائيا. اوكي، زيت بس بكفي وما بيلزق.
من يوم اللي بدها تفوت على الفرن على حرارة 180 لمدة 45 دقيقة. أوكي. طعمها كتير خرافي، كتير زاكي، حلو، واضح صراحة من لونها ومنظرها وريحتها. أنا رح نقسم واحدة ونرجيهم إياها. أوكي. لاحظين اللي بيحضروني من زمان، كنت من زمان ما أقسم عشان ضلك محافظة على المنظر. اليوم بقسم عشان ما ضلهم يقولوا لي امتياز. تقسميش تورجينا الكيك كيف. طيب شوفي، هو الكيك والخبز وهي الشغلات من الأشياء اللي احنا بنحب نشوف من جوا كيف قوامها طلع، لانه ببين بعد ما تقسميها قد ايه ظابطه. مثلا احنا دائما بس نعمل كيكه بالبيت نقسمها ونشوفها من جوا اذا زبطت او لا. طيب هاي الكيكه شوفوا قد ايه حلوه، بدي اعطي هدول للصبايا بس يجلوا لي اياها عشان اقص لكم الكيكه اورجيكم اياها. يا علي كيف، يلا ورجينا الكيكة. عشان نبلش بالخبزه. حلو هاي الكيكه، قسمي لنا هالكيكه. اول كيكه شكلها والله يعني انا ايام بخاف طلع عرق هيك، يعني سرقت نظره قبل ما تقطع الثانيه. بس واضح من الاسمه قد ايه طريه. ما شاء الله ما شاء الله طلع بتجنن، طلع لونها زي كيكه البهارات والجوز وهي القصص. يعني حاطه فيها جوز. انا الصراحه هذا اللي انتم شايفينه جوز، بس شوفوا طراوتها كثير طريه ولونها وريحتها. هلا بس قسمتيها مع انها مش هلا معموله، طلعت ريحتها عن جد ما اسمعي ما تشدي علينا اكثر من هيك، هلا بناكل لك الكيكه واحنا على الهواء. طيب بدنا نعمل هلا اقراي لنا شوي، خلينا نبلش بالخبز. بالخبز الخبز طيب كيف نعملهم اياها؟ بس انا كنت بسخن الصراحه الحليب لاني بدي اياه يكون دافي. اوكي تمام، خلينا نقرا شوية تعليقات. محمد زكي عم بحكي تحياتي الاعلاميه الرائعه دينا، هلا سوي الشيف المبدع امتياز الجيتاوي، وعم بيقول لك بدنا طريقه عمل برجر لحمه، هل يحتاج مكبس داخلي؟ يعني انه قال يعني اذا ما عندك طبعا هو بيحتاج، بس اذا ما عندنا مكبس شفتوا غطى مرتبان اي شيء عندكم، الغطى البلاستيك بتحطوا فيه ورق نايلون تحطيه وبتكبسي فيها. حلو صح، فيش داعي دائما في اشياء في البيت تقدري تكون سهله، يعني نقدر انه احنا نظبطها باي امور ثانيه. حلو كثير. طيب كمان عندنا ضعوا التعليقات خلني انا جاوبت. اوكي تمام، هي ام مجاهده عم تحكي شكرا لك على كل هالوصفات الطيبه واللذيذه، وهي كثير حبت الكيكه كمان. خوله عمارين عم تحكي يسلموا الايدين يا شيف امتياز، مبدعه دائما والمذيعه الحلوه دينا منورين، يعطيكم الف عافيه، شكرا لك على كلامك الرائع جدا. وكمان اخلاص عم تحكي مساء الورد، انا صحباتي من ايام المدرسه كثير بحبهم، عاملين جروب نجتمع كل وقت فيه، وما في احلى من صديقات المدرسه 100%. هلا في كل مرحله فيها صديقات، كل مرحله بس سبحان الله المدرسه لانه كبرنا سوا ربينا سوا، يعني هم يمكن اكثر صديقات بتقضي معهم وقت سنين طويله، فبصيروا حتى لو انت مرق سنين عليك بتحس انه عارفينك، يعني بيعرفوك منيح حتى صح. لو بعد مرق 10 بيعرفوا اهلك وتفاصيلك لانه كنا جيران مثلا، يمكن حلوة. مع كل ما تتقدم المراحل اللي قدام شوي الصحبات بصيروا اقل يعرفوا عنك. أنا يعني ما بيعرفوك زمان عادي مضطره تفضلي امرئ. على اساس انه اول مره بتعملها يعني طبعا براحتك. والله بعرف ما شاء الله عنكم بتتركوني اعمل براحتي اللي بدي اياه، ولا بتبهدل ولا عمالي. مبدئيا ما عنديش انذارات ولا حدا. طيب خلينا نبلش بالعجينه، يلا نعمل الخبز عشان ما رح يكون معانا وقت. طيب اول شيء رح ابلش في الحليب، الحليب انا دفيته شوي الصراحه. اي وصفه فيها نوع من الخبز زي خبز البرجر، خبز الحمام، خبز الببكا اللي احنا بنعمله، الببكا هو عباره عن خبز بيشبه الدونات بعجينته صح، ومحشي ومشكل بطريقه معينه ومحطوط بالفرن. لازم يفوت له حليب دافي عشان الحليب رح يخليه طري كتير، والدفى تبعه رح يخلي الدفى تاع الحليب رح نحطه رح يساعده يخمر اسرع. اوكي هلا برضه رح اقطع قطعه اورجيكم اياه كيف رح يكون من جوا، ورح اضيف معه بيضه، اربع معالق كبيره من السكر، ورح اضيف معلقه الخميره. اوكي بتركهم بالعاده دقيقتين ثلاثه قبل ما ابلش اضيف الطحين، الزبده او السمنه ما بضيفها هلا، هني معي بس معلقتين. أوكي. بالاخر عشان ضل العجينه معي طريه وتلم. حلو تمام، بس خليني اجيب قطعه العجان وانت بتقراي. اوكي تمام، هو احنا هلا رح نطلع فاصل اظن، يعني بدك تخلصي. وقال لي معك دقيقه انا بستثمر الوقت. ما خلصت الدقيقه. لاخر قطره شو صار معي اكثر من دقيقه. خايفه يروح منها كم من ثانيه. الحق علي قلت لها اقراي، انا والله قلت لها اقراي مش عاجب، ما قلت لها هاش اليوم يعني انا بحاول اليوم نفسي مالكم علي. بعد اسمع اليوم جاي مبسوطه، احذري ليه؟ ليه؟ الاسبوع الماضي حسيت حالي ما طبخت لانه اغلبه كان ضيوف. اوكي لانه كان في شفات من برا البلد وكذا وهيك، فحسيت حالي عن جد ما طبخت. اليوم صار لي اليوم متحمسه على بالك تعملي اشياء، يوم ثلاثه المره لليوم ما طبخت. اوكي كثير، فاليوم حاسه انه لا بدي اعمل اشياء. والله يا علي برضه مصر. طيب فخلينا بس ورح احط العجينه او الطحين ورح ابلش اعجن فيها. تمام تمام،
إذن إحنا لتنعجن العجينة رح نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل. مرحب فيكم عن جديد باخر جزء من حلقتنا. اليوم وصفتنا كانت رائعه جدا كلها بالعناب، ولسه رح نكمل اللي هي اخر وصفه معنا، الخبز. صح خبز الببكا. اوكي، مع انه كنت انا وليمون وعلي وانت بسلافه بعالم اخر، فجاه هيك تغير المود بثواني. والله انا عارف الدنيا غريبه. صح، بتضايق من الناس اللي بتعتقد خلال فتره قصيره انها صارت حدا ذو قيمه زياده، فبتبطل تتعامل مع الناس بشكل طبيعي. بتصير التعامل بيختلف. مشكله انك انت تصير تشوف حالك لانه كبرت شوي او نجحت شوي. وبتعرفي حتى لو كبرت كثير ونجحت كثير وإلك فتره طويله، التعامل المنيح، التعامل الطيب مع الناس هو اخلاقك، هذا واجب ملوش يعني. دخل صح، هو اخلاقك مليون بالمية. فكان بيحكوا لي قصه يعني، فانا بقول حرام بيحزنوا الناس اللي يعتقدون قد ما الانسان يكبر قد ما الانسان يصير حدا منيح. والله هي اخلاقك بتمثلك، هي اللي بتكبرك على فكره مليون بالمية. الاخلاق وطريقه التعامل واسلوبك مع الناس ومحبتك للناس والنيه الصافيه دائما والطيبه للناس مهمة يعني كثير. دائما بضل اقولها، وعلى نياتكم ترزقون اللي في قلبك بتنرزق عليه. صح، مليون بالمية صح. ودائما الانسان عمره ما بينجح لحاله طبعا. هذا الحكي بحكيهوش لحالي اكيد. احكي بس انا بحزن بس حدا يحكي لي عن جد اشياء بتضايق بحزن 100%. طيب بتعرفي شو بالاخر؟ هو الشخص نفسه هو اللي بكون مأذي يعني. مزبوط. احنا بنتعامل معك مره مرتين بعدين ما بنحب تعاملك، بنقدر نبعد. ممتازه انه انا مش مضطر اذا انت نفسيتك هيك ابدا اجاريك على انك انت هيك. صح، 100%. انت لازم زي ما انا بدي احترمك بدك تحترمني 100%. طبعا بحب كيف ليمون عشان تحكي عني منيحه يا ليمون. انت صراحه. طيب المهم خلينا نحكي عن خبزة الببكا اللي هي اخر شيء. عجنت العجينه، حطيت الحليب، حطيت بيضه، حطيت سكر وحطيت الخميره وتركته مع بعض شوي. أوكي. ضفت عليهم الطحين، عجنت العجينه على السريع بالفاص عشان ما اختصر شويه وقت. بعدين حطيت عليهم بالاخر معلقتين سمنه عشان عجينتي تضلها هشه وطريه. صح. اوكي، تنترك تخمر لمده نص ساعه على 45 دقيقه، بعدين بدي اشكلها شكل راح اورجيكم اياه، بعدين برجع بتركها ربع ساعه بعد التشكيل. فمده تخميرها من ساعه لساعه وربع. حلو. فبتتخمر مرتين، مره قبل ما نشكلها العجينه لازم تخمر 45 دقيقه، اذا صار الجو برد يعني بالشتاء ساعه. اوكي تمام. بعد ما اشكلها بدي اياها تخمر ربع ساعه بعد ما احطها بالقالب. راح احط دبس التمر، تقدروا دبس عنب، تقدروا تحطوا عفوا معاه طحينيه. اوكي حلو. فبصير عندنا دبس بنكهه الطحينيه، اي نوع مكسرات انا بس بكفيني هاي الكميه. العجينه مش خمرانه بس انا عشان اوريك كيف شكلتها للخبزه. اوكي دينا رح ناخذ هذا نرجعه. رح احط معاها جوز عشان ناخذ نكهه جوا الخبزه مش. أوكي. بس الدبس، الدبس كثير طيب مع المكسرات. تمام حلو. وبنرجع نحط معاها، انا عندي زبيب. اوكي نسيت بجوز اكتب لهم اياه بالمقادير الصراحه. بس بنقدر. وعلى فكره وصفه الزبيب انا عاملتها، الزبيب قبل ما يتنشف لازم ينحط بالقطر بعدين بيتنشف. أوكي. عشان تاخذوا نتيجه زبيب ممتازه. وخذوا العنب الكبير زي اللي انا مستخدميته اليوم، بيعطيكم نتيجه رائعه، برضه موجوده على اليوتيوب. ما حبيت اكرر الوصفات اللي عملتها السنه الماضيه. اوكي حلو، يعني عشان تكون الوصفه كلها بالعنب، يعني يكون استغلينا العنب لاخر رمق والدبس والزبيب. فحطيت ونكهته لذيذه. بعدين بالنهايه بدنا ناكل خبز، الخبز بترجعوا تاكلوها مع الدبس مع الطحينيه ممتاز. أوكي. انا قسمت القطعه اللي انا عملتها، على فكره كميه العجينه اللي اعطيتكم اياها بتعمل لكم خبزتين قد اللي انا عملتهم بالضبط. بس بدي ارجع اذكركم ان انا ما خمرت العجينه لانه ما في وقت. صح، هي لما تتخمر رح تعطي كميه اكيد اكبر مليون بالمية. فبنعمل تنتين بس. حلو. انا عملتهم عشان بدنا نعملهم جدوله. بتعرفي جدي؟ بعرف اجدل. جد؟ اخليكي جدي يعني مش بدل. الجدايل اللي كثير فيها تفنن، الجدوله العاديه. بعرف. بعدين بدي احطهم جنب بعض الثلاثه. اوكي بهالطريقه. وبعدين زي كاني بجدلهم جدوله. اوكي حلو. اتفقنا؟ حلو. هي وحده، الثانيه، طلع الثالثه، ليصير عندي عادي جدوله. اوكي حلو. والله بقول انا هالمنظر الحلو كيف طالع، صارت عندي هالجدوله الحلوه. تمام. أوكي. بعدين بحطها بالقالب، انا بستخدم قوالب الانجليش كيك. حلو. عشان بيطلع منظرها كثير حلو للخبزات. وهذا الخبز بيطلع طعمه على حلو شوي. بحطها فيها وبتركها تخمر كمان مره، قلنا قد ايه؟ ربع ساعه. ايوه بس امسكي لي الورقه الله يخليكي. ايوه شوفوا ما احلاها. هلا بتركها، هلا عشان تاخذ اللون الحلو انا بايش دهنت وجهها؟ بالعاده انا بدهنه بالبيض. اوكي بيض وحليب.
هاي المرة دهنته بنفس الدبس. اوه بتمزحي حلو. فعطاني لون كتير مميز وكتير حلو. أنا هذا اللون اللي كتير حلو بجنن الصراحة يعني. أنا جربت تجربة، أنا بضل لكم حتى بالبيت بخاطر بجرب بشوف شو بطلع زاكي مش زاكي منيح عاطل، وبعدين بنقول لهم الوصفة. حلو. دهنته بالدبس نفسه، أخذت الفرشاي، بدي أجيب فرشاي وأدهنه. يعني هيك كمان بيعطي نكهة الدبس أكتر وأكتر. برافو. وبيعطي لون حلو كتير. برافو برافو، خبيرة صرتي بالأكل والله. شفتي خلاص أنا أي شيء سألوني يعني بالمطبخ. الدبس وندهنه، هلأ لازم تدهنوه قبل ما يخمر، يعني لما أحطه بهاي الطريقة. أوكي. ومرة تانية بعد ما يخمر عشان ياخد لون حلو. خلاص فيش داعي للبيض، وأخذنا نكهة حلوة للخبزة. حلو. بدها تفوت على الفرن على حرارة 200. الفرن بده يكون شاعل طبعا قبل بوقت، لأنه إحنا بنعرف أنه المخبوزات بشكل عام اللي منها العجائن ما تحتاج نار واطية. أوكي. تمام. هيك نتركها، احنا نخمرها هلا ساعة عشان نستخدمها الصراحة. وهلا بدي اقطع لكم خبزة من اللي انا محضرتها عشان نشوفها كمان من جوا لهي الخبزة. ضروري جدا اي عجينة سواء اللي عملتها هلا هي اليوم ان شاء الله ما اكون نسيت ولا معلومة مهمة، ضروري جدا انه نغطيها. اوكي. والعجينة بس تخمر اول مرة شو ما كان نوع العجينة لازم ندهنها بشوية زيت. حلو. الدبس عم بيصير دبس على فكرة. يعني لانه الكمين انا عملتها معاهم اليوم بالحلقه هلا كثير قليله الصراحه. اوكي. بدي اجيب معلقه. شفت كيف صار طوام يعني تقريباً. بلش شوفي هو من هون نزل قد ايه للثلث. اوكي. يعني بلش شوي يجمد وبلش لونه يتغير. حلو. شايفه كيف مزبوط؟ يعني هي. يمكن شوي بيكون امور يعني بده نص ساعه بيكون ممتاز. القطر طلعوا حبات العنب كيف بلش يتغير لونها، بس طلعوا لساتها نافخه وبتجنن. صح. ولساته سائل، لسه كثير في سوائل. هذا ما صار مربى. أوكي. لسه. أوكي. بده يتغير لونه على اكثر وبده يجمد معانا اكثر. بدي بس اقطع الخبزه يا علي. خلصنا الخبزه من جوا. شو عملنا يلا احكي لنا شو عملنا ورجينا هالخبزه من جوا كيف منظرها. انا حاطه طحينيه وحاطه صحن فيه دبس. بنقدر هيك نغمسها بالدبس وبالطحينيه. أيوه. كمان اف بيطلع الموضوع بجنن والله. بحب قصص العجينه والخبز وهالتفاصيل. انا كثير بحب هاي القصص، فيعني بتستهويني الصراحه كثير وانا بعملها. ليه قطعتها لقد كبيرة برأيك؟ مش عارفة انتي. انتي احكي لنا رأيك انتي. استني نطلعها. انا كالعادة بشوف اذا الخبزة منيحة مش منيحة. شوفوا ياي والله منظرها بشهي امتياز. طلع شوف محزن جدا والله. هاي اللي هو انا حطيته، شايفين الدبس بتتذكروه اللي حطيته بكل خصلة من الجدولة. دهنتيها وحطيت مربى وحطيت جوز. جوز وزبيب نقدر نحطه. شوفوا كيف بيطلع بالخبزة. طلعوا يا سلام. شوفوا والله مزحه بشهي. على فكره كمان هاي الببكا، هي وصفه الببكا تقليديه معروفه. صح. الببكا انا اللي عملتها، انا جربت احط هدول المقادير وكذا وهيك. اوكي حلو. فيعني بتمنى انه الوصفات اليوم اللي عملتها شوفوا بدي اتركها هيك الصراحه، لانه منظرها هيك حلو. حلوه كثير. وارجع اذكركم اليوم شو عملنا وصفات بالعنب. عملنا اول شيء مربى العنب وطلع معنا فخم وبجنن. أوكي. عملنا مربى العنب، عملنا خبيصه العنب بالمكسرات، خبز الببكا بالدبس طبعا والزبيب، وعملنا اخر شيء هالكيكه اللي بتجنن من دبس العنب. هيك وصفاتنا بتكون خلصت. الصراحه ابدعتي بكل الوصفات، سواء كان الخبز او الكيكه او الدبس او المربى وكل القصص اللي انت عملتيها اليوم. الخبيصه كمان طالعه بتشهي وبتجنن. يعطيكي الف عافيه. الله يعافيكي. مثل العاده ابداع. بدنا نشكرك على كل وصفاتك الرائعه. بدي اشكر كمان كل اللي حضرونا اليوم وتابعونا. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفات وحبيتوا حلقتنا. دائما نكون معكم على تجدد بحلقه جديده من بهار ونار على شاشه عمان تي في. احضرونا وانتم بالف خير.